قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. هذه صافرة دارت لاباسة، حبسوا عليها الضوء وتتلقى مع الاخرين. صافي على سلامه الشيف. ياك لاباس؟ لا لا والو باس. الحاج راه زعما بكيرات تبارك الله. قول لي شفتي دوك البكرات ديال ولد المكي؟ مشي شفتهم ملاح تبارك الله، يتكل على الله. واخا غادي نشوف مع الحاج قطع معاهم. عم جيتي انا اتفقتوا على الثمن كله مربح. ميت سالي دوز لعندي. واخا قول لي سي احمد شد ما تلقاش تنضربوا لها البرا. واش بصح الحاج غيتزوج؟ تمنيش هاد الخبر. هي الهضره دايره في السوق كيدو عليه هو على العرسه ديال الزيتوني. قال لك راه شي قصاره نايضه فيها. تما تمراتو عاد ما زاد فيه. اصاحبي شغل هذا كيتزوج ولا يقصر؟ السيد ما واقف على حد. باز لهاد الناس. نعيش قبيله وتابعينه بالغا. شوف شوف داكشي الاخر شوف راه ما تابعينو ما والو حنا بغينا نقصرو وصافي. هاي 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 سير الحاج كيتسنى فيك. ما سمح الله كان على المصاريف اليوم. اش هادشي كان؟ خمسة وخميس. اش كاين شي واحد كيعين الزين ديالو؟ شوفي ما بقى والو نمشي نهضر مع امك. هكا تقول يخليك ليا. ايوا سيدي دي معاك الميكانيسيان باش يشوف الموتور الا فيه شي ميدان وداكشي اللي بغينا. والا كان اخويا عيان يجيب الديباناج ويجرو لافيراي. ما تخافش الحاج انا نوقف على هاد القضيه هادي. قوليا شنو درتي في كوموند ديال مراكش اليوم بالليل؟ الحاج راه غيتشارجاو الكاميوات ديال البقر. راه اللي كان فرقتو عليهم هما والكليان ديال الرباط. ما عليكش شوف راه حتى كليان ما خصك تخسر ليه خاطر. تهلا فيهم مزيان وعبرتي معاهم. وشنو الحاج كنوقف على الميزان بيدي. مشاو ناشطين. قال لك اسيدي الحمد ديالنا كيعجبهم وكيجيب لهم الله فيه النصيب. اسيدي ما عليكش. والطبيب شفتي معاه ولا لا؟ شفتو الحاج. قال لك غير توكل على الله داك البقره مزيان. مزيان؟ اسيدي هاد العشيه غنمشي عند عبد الله ولد المكي ونجلس مع الله ونتقادو معاه. سي الحاج راه ما نقدرش نمشي للسوق ديال الخيل اليوم. ما يمكنش. علاش ما تمشيش انت علاش؟ راه الوالده صبحة زايد عليها الحال وخصني نديها للطبيب. راه ديت محنات في هاد المرضى الله يكون معاها.
غدا ان شاء الله غادي نطلع عليها. مرحبا بك. اجي قول لي هذوك الجدوع اللي كانوا تزادوا شحال هذه، انا نسيتهم، شحال يكون عندهم دابا من شهر؟ واه تكون عندهم واحد 3 شهور ولا 4 شهور. اييه كلشي مزيان؟ لا الحاج كلشي مزيان، كياكلوا، الطبيب داير شغله، والخدامه ما مقصرينش، غير كون هاني من هاد الناحيه. راه حيت انت واقف عليهم، حيت انت وليدي حار وقايم بشغلك، ما عندي ما نسالك. واحد القضيه لا ديرهاش ملي قلصوا، اشحال مره كنبغي نقولها لك وراني كننسى. ديك لاباس الحاج؟ ديك البركه اللي كنت سلفتك باش بنيتي الدار. وليدي زعما هذيك بغيت نقول لك زعما ما كاينلاش، الله يسامح. ما شتايت وليدي، الله يسامح وصافي. الدور عليك معاها. صافي صافي سيري انت سخني العشاء. امي خاصك تحاولي تشربي الدواء. بارك عليا وليدي، قتلني الدواء. ايه ولكن خاصك تشربي باش تبرعي. هنيني عليك، دوز ليا صافي وليدي، ساليت عيت. امشي نجيب لك الطبيب. لا وليدي غير الطبيب حسن. لا وليدي ما كاينش، بغيت غير الفقيه. واه اسلي لا شوم شي نجيبو. واحد الحاج فين غبر بقاش كيعمر غير مع الخدمة، دابا يجي يشوفك. عندو الخدمة تا بالليل؟ لا دابا راه في العرس. حياني على رفاقة البلا. ايوا مالو خلي هو مول الشيو يدير اللي بغا، انت وليدي الله يرضي عليك، نوصيك ما عمرك ما تخسر لي خاطرو، انت ولدو جمال متفرطش فيه، ديرو بحال خوك. ونوض وليدي نوض، وتكلم ليا رفقي. حبوا الأرض، الأرض تحبكم. السلام عليكم. كيف بقيت يا راجل؟ الله يزيد في الراحة، الله يزيد في الراحة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف السي رفقي، لا تقاضى العمر، قول لوليدي حمد على هنية. ماري بالك سي إبراهيم تهد ورجع للطريق، قول لي على كل
كل شيء. ديك الساعة تقليد عليه خليه يدير اللي بغى. عهد الله رفقي أمر بيد الله راضية. هم عرفنا شكون السابق. كوني هانية راني عاطيك عهد الله. الستار عنده غال معقول إلا قال لك شي حاجة تق بها. لا تلوم على حد وليدي راه هادشي اللي قدر الله. ليها من عينيها وراها وصلتني باش نقول لك شي كلام. اش كتقولها الفقيه؟ ما عمرها خبات عليا شي حاجه. هادشي اللي كاين اولي امك مسكينه ملي كانت كتموت كانت بغات تقول لك شي هضره ولكن الكلام بقى مخبي ليها. دويني شنو الفقيه؟ شنو قالت لك امي؟ وصتني على هنية. هنية؟ اه هنية خالتك. على هنية خالتي؟ واش انت متأكد؟ هذه هضرة امك وصيتها. انا راه غير بلغت. يلا معايا باش نديك تشوف. يلا راك جيتو؟ وعلاش جيتو؟ اللي بغى الدنيا بغاتو واللي خلاها خلاتو. السم والهم ما يتلاقاو والعيب والصواب ما يتلاقاو. سمعتيني؟ ما عمرهم يتلاقاو. كيبقى غير صحاب الله والبلا كيجيب ندانه. الدنيا فايته والباقي الله وغادي تقلب سماها على اهلها. سعداتك فاعل الخير وسعداتك فاعل الخير. الله الله عليك الكفني ما فيك جيب. الله الله عليك الكفني ما فيك جيب. وسعداتك فاعل الخير والدايم الله والدايم الله. يا هدي عرفتيني؟ أنا هو الفقيه وهذا اللي جا معايا عرفتيه؟ هذا أحمد. غير صبر أولدي دابا تعرفك. بعد مني بعد مني. شكون أنت؟ ما تنعرفكش. عطيني باتساع. ما تنعرفكش. شكون أنت؟ شكون أنت؟ ما كاين لاش تقول لك من جهتها. راني وصيت الشريف باش يتهلا فيها. شحال هادو هي هنا؟ هادي مدة. شكون سبابة؟ هادي قصة طويلة من اللي بعد نحكيها لك. واخا بارك علي هادشي اللي عرفت ليه. بعدو مني. عطوني ابتساع. خرجوا عليا. عطوني ابتساع. بعدو مني. خرجوا عليا. خرجوا عليا. بعدو مني. بعدو مني. عطوني ابتساع. خرجوا عليا. اش بغيتو عدي؟ اش بغيتو عدي؟ بعدو مني. عطوني ابتساع. خرجوا عليا. بعدو مني. بعدو مني. خرجوا عليا. شوف اولدي راه بغيتك تحمر ليا وجهي في القبيله. بغيتك ما تدخل
حتى تدخل بشي شهادات دايز هالكلام. ورا هذاك الشيء علاش انا راني مغرب. وليدي قالوا غاب، قالوا اجاب. عارف عارف ابا عارف، نبقى والو باش نناقش الدكتوره. قول لي ابا، كتاخذ الدواء ديالك ياك؟ هي وليدي كان ناخذه. والله يرضي عليك وليدي، الله يرضي عليك، راني توحشتك بزاف. تانا توحشتك، تانا توحشتك. يلا بسلامة بسلامة. بسلامة وليدي، بسلامة. دخل. جلس وليدي جلس. وفي الحقيقة صعيب على الواحد يترزى في مهمته، الله يرحمها روح، الله يوسع على دقة القبور. ولي أحمد أمك كانت خدامة عندنا أكثر من 30 سنة، عمرنا ما حسسناها باللي هي كانت عندنا كخدامة، بالعكس كنا كنعملوها بحال خدنا. انت ولدي احمد الى ضرك شي حاجه قولها. ولدي احمد راني كنعتبرك بحال ولدي جمال. عارف اللي كاين الحاج، ما تحشمش، الى خصك شي حاجه ولا وقفتي على شي غرض تلقاني موجود، انا في جنبك. والتقليد عليك وليدي، التقليد عليك. واش فهمتيني؟ فهمتك. والله ماني خارج من هنا حتى تقول لي كلشي. اسمعني يا ولدي، راني حالف قبل منك وعاطي العهد لامك راضيه. حتى انا عاطي عهد راسي تتقول لي شكون ديك المره اللي جبتيني عندها وقلت لي خالتي. قسمت فمي بالله وما تقول لي تنشعل فراسي العافيه. اش كدير ولدي؟ حضر بيت الله. ايوا انا كنت كتخاف الله، قول لي الحقيقه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اش كنقول لك ولدي؟ راه كتفتيني والله الا كتفتيني. شوف خليك حتى تبرد ورجع عندي ونقول لك. انا بارد، انا بارد. اللي قلت لي الحقيقه قول لي. غير صبر صبر وغادي نقول لك. قول. بغي تعرف هذيك اللي مشينا عندها هي امك؟ كانت الحاجه مشات لرباها ودات معها راضيه، وبقات امك غاب وحده. مسخر اسيدي كذاب. شوف اسيدي، وين اسيدي؟ لا 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 لا، معلش اسيدي عافيه، اسيدي عافيه. لا 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 لا. قول لي يا سلفقي، غندير مع هاد الكرش؟ شكون اللي غادي يقبل على حرامي؟ اش غنقول لك يا بنتي؟ هذا امر الله، غير الحاجه اللي موصيك عليها هو اياك تطيحيه وتزيدي ذنب على ذنب. الروح راه عزيزه عند الله. وكي غندير؟ نقتل راسي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا بنتي، أنا غادي نعيط الراضية ونشوفوا كيفاش غنديروا في هذا الشيء. تعتني تعتني، دعيت الله.
امي ايه امك هاني بارك الله عليك السي حميد احسنتي الى نور انت تبارك الله عليك السي زيتوني الله يبارك فيك اما انت الشيخ ما يبقاش فيك الحال احسنت تبارك الله عليك شوف صاحب انا بغيت نقول لك شحال هادي الحياه في الباديه ولات صعيبه وكثرت فيها الشطمه من الصباح حتى العشيه والله كما كنتوا اعزاز عليا الا كنتوا معايا في هذه الليله انا الطا سي ابراهيم ياك لاباس سي ابراهيم واحد النخصه كتشدني وليت كتجيني مره مره ايه ما تفرطش فراسك خاصك تشوف عليها الطبيب ان شاء الله ان شاء الله ولكن دابا صافا كنحس براسي مزيان الله سي حميد ما تديش علينا شوف الله يخليك برع لي بشي اغنيه مغربيه جبدها من قاع البير مرحبا على الراس والعين علاش مشيت غير نظرة من عيونه باش كواني راه بلاني اجدني الله 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 سي ابراهيم الله سي ابراهيم سير سير الله سير شوف الطبيب سي ابراهيم لاباس لاباس الحمد لله غير بشوية عليك الله الله يا ربي الله السلام عليكم رفقي ابراهيم كيف بقيت يا سي ابراهيم الحمد لله كل شيء بخير هذه رجلي مع الطبيب والله يجيب الشفاء ويخف ما نزال الله يجازيك بخير رفقي ولي حمد نعم الحاج عباك تهلا لي رفقي اعطيه شي عجل يكون فاعل تارك باش يفرح البنية ديالو ويعرس ليها واخا الحاج عندك تحشمني مع رفقي خليه هو يختار راسه الله يكثر خيرك السي ابراهيم ويفيض عليك الرزق ويطول لنا الله في عمرك يا رب يا رفقي الله يهديك الخير ديال الله العطي الله والقال على الله ما عندي ما نعطيك انا بالحق رفقي عندك تختار لي الفحل حاشا حاشا السي ابراهيم حاشا الله انا غنوصل الحاج ونجي عندك واخ واخ يا ربي يا ربي وتعش لي بالشفاء يا ربي يا ربي يا ربي وتشوف من حاله يا ربي يا ربي يا ربي واش عارف شنو كتقول رفقي قضي اكثر من 30 سنه واش عرفتي شنو جبتي والله عليك يا كذبت هي الله يرحمها وصاتني قبل ما تموت قلت لي غير قول لي هاد الكلام وخليه يدبر راسه تقليد عليه هو منو المولاه
الله يا ربي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا ربي تسامحني يا ربي. الله يا ربي، ثم ليش درت عباد الله؟ ليش درت عباد الله؟ هادشي اللي عطى الله السي إبراهيم، وحتى واحد فينا ما قدر يجبد معاك الكلام. ومع مرتك كانت مريضة الله يرحمها، وانت كنتي مجهد، شكون كان يقدر حتى يهز فيك العين؟ الفقيه. نعم السي إبراهيم. هاسي ما غيجيك مليح، وغادي تسد فمك. هاد الهضره اللي جرات بيناتنا ما تخرجش من هنا حتى يجي ولدي جمال. ملي يجي جمال ديك الساعه العمود بيرحكي. ولكن السي إبراهيم، الواحد ما ضامنش عمره والموت الحياه هادي. عندك الحق، كلامك على صواب. الفقير الله يجزيك بخير، غادي تعاوني. تمشي دابا في اقرب وقت ممكن، غتمشي تخوضي على الشيخ وعلى الزيتوني باش ننفذ هادشي اللي قلتي ليا. واخا السي إبراهيم. نموتوا لحياتي في الدنيا، نموتوا لحياتي، نموتوا لحياتي. خليت لك الراحة السي إبراهيم. يا ربي يا أرحم الراحمين، يا ربي يا ربي يا ربي تعاوني، يا ربي تعاوني اصلح خطائي. يا ربي يا كريم، لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سعاد، قلتي عفاك بغيت نهضر معاك. احمد خليني نخدم، راني مشغوله. سعاد راه قلتي قلتي بغيت نهضر معاك وصافي. واش بغيتي نتزوج وديري دارك ولا لا؟ احمد حنا في الخدمه، عجب الزوج الهضره. هي هذاك الشيء علاش جيت نهضر معاك. بغيت نهضر معاك على مصلحتنا. واش بغيتي نبقاو خدامين دراسة عند عباد الله؟ أحمد، السترنا ديال الحليب راه وصلات، سير دير خدمتك. واش أنا كنهضر معاك وأنت كتقول لي السترنا ديال الحليب ولا ديال المازوط؟ شوف أسعد، هادي راه مصلحتنا، وغنتنفع بها أنا وياك. مصلحتنا؟ فين هي مصلحتنا؟ فين هي؟ هادي راه فرصة. فهمتيني؟ وحمد ما كيبغيش يعاود الهضره بزاف. والناس إبراهيم راه ولدي والناس كاملين حسبهم العرصه ديالي. أسي زيتوني، علاش ولدك ما تقولش ليه الصراحه؟ علاش؟ علاش ما تقولش ليه بلي العرصه كان عندك فيها النص؟ وبعتيها ملي تهزيتي، بعتيها ليا وانا خليتك عاد تصرف فيها. وهذه هي الحقيقه ولا لا؟ واني ولدي فايق ومشكاك، واحد النهار سولني قال لي علاش العرصه ديالنا والدار اللي فيها ديها السي الحاج؟ قلت لي انا ودي راني كاريها ليه، وهو داير هذا الدار ديال النزهه. سي زيتوني، ولدك هذاك دبر راسك انت وياه، وقول لي الحقيقة يا صاحبي. علاش ما تقولش الحقيقة؟ علاش؟ الله يا ربي الله. الله الشيخ غدا ان شاء الله غنجيب لك الوراق الاصليين ديال العرصة، وغدا
انا بغيك تكتب العرصة بسميت احمد. وليش السي ابراهيم ما تكتبهاش لولدك جمال؟ الشيخ انا عارف اش كندير، ولدي جمال غادي يبقى ليه كل شيء بسميتو، اما احمد يلا غنكتب ليه هاد العرصة بسميتو. امو راه بحال ختنا وزيدون هي خدامة عندنا مصغورة، وراكم كتشوفوا على عينيكم احمد اما ما كيحكش راسو، داير كتر من جهدو. عندك الحق، ها صدق الخدمة الله يعمرها دار، والله ما عندك ما تسالو. اسيدي هذيك راه خدمتو وكيتخلص عليها. الشيخ لا تبقاش تاجيش معايا في الهضرة، قلت لك العرصة تكتب في سمية احمد، تكتب في سمية احمد، واش تفهمنا؟ ما تبقاش تاجيش معايا. والله حاجة أخرى، سي زيتوني الشيخ هاد الهضرة نبغيها تبقى هنا، ما نبغيهاش تخرج من هنا، واش تفهمنا؟ فهمنا السي إبراهيم. وانت انت السي زيتوني، انت غدا ان شاء الله غنجيب لك واحد الأمانة. نبغيك توعدني باش ان شاء الله تعطيها الجمال ملي يجي. نموتو لحياتي. توعدوني، توعدوني باش هادشي يكون، هادشي هو اللي غادي يكون. الله يا ربي الله. صافي كلشي في امان الله، قديت كلشي. والله الا راك راجل والواحد يدير في كتافه. السيد عطى القصير ولدو مبرع في الخارج، ايوا حنا هنا بحال حمار الموقف، وراه حنا صافي مخلصين على التمارة. شنو خلاص؟ اش كتضحك عليا ولا على راسك؟ المهم دوز عندي باللي راني باغيك. واخا ما تقدرش دير به. هاك دير بعد هاد البركه في جيبك. غدا الصباح نخرجوا الكاميوز مع الفجر، خصنا نضربوا الحديد مع التسخو. سي احمد كنت غلط فيك، ما يسحبش بلي راك راجل ونص. تبعني وغتشوف الرجله كي دايره. تكل على الله انا معك. بصحه الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما من أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إن من عنده إلا بما شاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا حال وحوال وما تعرفش باش تبلغ،
سمعني مزيان، كيما كشاد داك الرعد مناش خايف؟ اسيدي ما خايف من حد، الخوف من الله سبحانه وتعالى. وعلى الله اخويا قال لك شد غيرك وكتبوا البراني. السي الشيخ راس ابراهيم العرصه ديالو وبغى يكتبها لولدو احمد، والتقليد بيني وبينك واش نديو له ديالو؟ والله سي زيتون تاع ديال العصا شتي انت ما غدير حتى حاجه، صدغه فمك والكتبه والشهود والتيتر ضربهم على حسابي. دابا حنا ماشي في هاد الهضره، الرجل يلاه دفنا والعزو واقف، يلا نمشي نجلسوا مع الناس. اسمعني نقول لك، اسمعني مزيان، راك الا فلتي هاد الهمزه هادي كل شي مشى، وانا غير كنقول لك الله يرحمه كان غير كيهتت بك. حتى دابا راه كلشي واقف عليك اسي احمد. انا من دابا الاسبوع غادي نعاود نرجع لفرنسا، عندي شهرين ونص بين ما درت لا سوتونس ديالي وجبت مون ديبلوم. ونطوندو الله يخليك، بغيتك توقف على الكبيره والصغيره. جمال غير سير ونعس على جنب الراحه، حنا راه ما شركناش القليل. سي ابراهيم راه كان كيعاملني بحال ولده، وانت راه كنعتبرك بحال خويا. هذا مضمون فيك اخويا احمد، انت الا احتاجتي شي حاجه راه خلي مبارك في الدمه، وانا في هاد اليومين غادي نمشي انا وياك باش نكتب لك الوكاله. بارك هاد الخير الزيتون. الله يبارك فيك الشيخ. السلامة. عام زين هذا. الحمد لله. الحمد لله. العرصة فيها شغل كثير وخاصة العوين، وهذاك الدر عندك فين هو؟ أودي الله يهديه، عشرت من والات ورت البالة وهو ما بغا يتصلح. أغير ما عرفتيش ليه؟ زوجو وتهنى منه. واش كضحك عليا الشيخ؟ شكون غادي يقبل عليه؟ لا خدمة لا ردمة. أسيدي أنا قاد به نزوجو بنتي زا، وبيني وبينك الراجل راه ما كاد قادو غير المرأة، وانت سيد العارفي. الشيخ خليني عليك في التقار، أنا وياك باغي نبقاو صحاب. ها هو الولد، إلا قديتي عليه زوجو ولا طلقو، غادي نزوجو بنتي ونشركو الدم كيما شركنا الأرض. هانت هادو راه اوراق العرصه، شوف فيهم مزيان، وراه بسميتي انا وياك. والله الا درتيها الشيخ وكل شيء ناضي. ولا حنا كنلعبوا الشيخ؟ واش هادشي مقاد البيع والكتبه وبالشهود؟ ايوا هادي راه خاصها شي ليله. ودي لي اللي مشات مع الشيخ ابراهيم الله يرحمه. الله يرحمه، هو مشى وخلى لينا حنا مسمار الميدا. تاع لا ساير الدوي هذاك الملقط ديال احمد. الله يهديك الشيخ، احمد راه راجل مزيان. راجل مزيان هو كيتبرع فيها غير وحده، وانا يديا في الخوا. الحق هذا المسمار توا والله تنطرق بابه. عندك الدور عليا راه النص بالنص. وانا مشيت. سيري سيري راجل سيري. اتحركوا يا لاله، واش غتبقاو لي هنا النهار كامل؟ راه يلاه بدينا شويه فاش نكون كنهضر انا السكوت. ها واخا سيدي سير عطوا لي فهم لي ياكلوا. واخا احمد عاود الحساب السته ديال المره، شي حاجه ناقصه في السلعه. مالك شتكتا لفهاد الصباح ياك لاباس؟ الحساب راه هو هذاك وانا راني عاودته. احمد كنشري 14 طون في السيمانه، هنايا عندي غير 9. منين شتي هاد الحساب منين؟ لا لا انا قلت لك 9 طون هي 9 طون. هادشي اللي عندي في الوراق. اري لي هاد الوراق اللي هنا. شوف يا سعاد، من اليوم حساب الداخله والخارجه شغلي انا. Thank you.
هذه يفعل لكم الرعاوين. الله يلعن لي ما حشم بالله. وعاود شديت شي واحد فيكم ديماني حتى ندير الجدارميه. يا وانت ما تحشمش. مالي اش درت الوليد؟ راك ما داير والو. علاش مقابله خدمتها وانت مقابلين الرهوط؟ واش بغيتيني ندير الوليد؟ قول لي. اسمع لي مزيان، راك الا بقيتي على الطريق مات ولدي ما نباك. انو تخدم ولدي واش انا دايم ليك؟ راك غدا غتبقى ضحكه وشماتك في الدوار. عاودني منك الا ديش قدامي وغسل ديك الكماره وسير شوف الشيخ راه باغي يدوي معاك. يعاود حشمني معاه. اش بغيت عاوتاني؟ انا ما فهمت والو احمد. قلت شي حاجه عيب؟ درت شي حاجه ماشي هي هذيك؟ ماكس بدلتي احمد. انا واقفه حيت الناس سايقين فينا. الله يخليك عاود الحساب. ما غاديش نعاود الحساب، انا متيقن من نفسي. دابا خلينا من هاد الهضره، انت غنتزوج. احمد مش هادي بلاصه الهضره، هادي بلاصه الخدمه. انا راه ما قاده على تخلويط، ما تستاهلش الثقه اللي دارها فيك سي جمال. بس سيدي باش بالكرافطه سيدي بالتواضع والقرايه. ايوا لا لا حتى كلفك انت بهاد الامور ودخلي فيها. دابا عطيني اتساع. انا غاده، انا غير نبهتك نبقى على راسك. صافي اتفقنا. علاش غنديروا 10000 درهم للراس؟ الله اود تاش من ربح عندنا ناخذهم بالتخبيه وب 10000 درهم؟ دوي بشويه صاحبي دوي بشويه. وبالصيف الا كنت غناخذهم بالثمن اللهم نمشي للسوق وناخذهم بوجه احمر. اسيدي كول ووكل غادي نعطيك 8000 درهم. لا واش انا غنبيع لك المليح حتى كتقول لي 8000 درهم؟ وشحال بغيتي؟ 9000 درهم. وتقول ما نزيدكش الريال على 8000 درهم. واخا سيدي. المهم غتعطيني 80% دابا و20 فاش نشارجيو. كلمة واحدة غنقولها لك، 50% غنعطيها لك دابا و50% الوقت اللي نكون كنشارجي السلعة. يا أنت ما بغيتش تشري. أشوف أنا راه ما عنديش داك الشيء، 80 دابا و20 فاش تشارجي. أسيدي اتفقنا. ودوك الخيال أش غنديرو فيهم؟ إلا قلتي تتشوف معاك الكليان. الله يهديك، غير قول لي الثمن بعدا. جبد جبد ورقة وسيرو نضربو ديك الحسبة. إيه هي الأولى. هاك أنا أسيدي. أنا. احسب لي مع راسك. فين غادي يا بنتي؟ شي نعس طرني راسي شويه. واش يا بنتي رانا حطيت العشاء؟ غتعشى يا امي، ما عنديش منين يدوز. مالك يا بنتي ياك ما مريضه؟ لا ما عندي خاطر. شكون خسر خاطر بنتي؟ ياك ما مخاصمه مع احمد؟ شويه انا من نهار شفتو ما دخلش ليا لخاطري، باين ليا في عينيه الخضر. هاد الايامات كيتعامل معايا خايب وبزاف. علاش بنتي ساكته عليه؟ ياك خدامه عنده ولا الجمال شاكا فيه كيسرق وكيبيع وبزاف ديال الحوايج كيوقعوا في الفيرما ما مفسرينش. شوفي يا بنتي هادي امانه، وباك الله يرحمه وصاك على الحلال ومغيك بنتي ديري بوصايتو. خاصني الحجه والدليل، صعيب باش نلقاه. الا ساينتي الدليل غيدخلك للحبس. وعقلي على هضرتي، انا فين قلت عليك؟ الله يدير لي فيها الخير. امين يا بنتي. اسمحي لي انا عيطت في التليفون. هو سيري تانتي ونتعشاو بجوج. جاوب اصاحبي. سؤال ظريف ياك. صافي انت غير كنخبو عليك مع بنت الشيخ. بنتك انا في البلان. الله سيدي لا ديك الدريه لا بنت الناس. مال انا بنتك ماشي ولد الناس؟ ناري انت هو انت ما كتبدلش من النهار اللي كنا في الباك وانت نافخ على الدريات. عقلتي عقلتي ديك الدريه صحاب كانت مزعوطه فيك وانت ما مزوقش ليها. اشديتي الباك ديالك وتتعلق الكازا انكرتيها. مال انا بحالك يا مقلاصق.
ولكن راه ما تنساش ليا واحد صرخه العصا نعطاك داك السيرفيون سليماني ناري واش حصلك مع بنت اعتماد كتقرا لها الشعر عقلت لا عقلت صاحبي بقى ليا بدوك خباطات قداش كانوا يديه وبقى ليا بهم على الراس وتقول بنايا صاحبي عقولك تكلختي سكنتي في الباك ولكن اليوم غنبرعك واحد تبريعه ويلي والله واحد القصاره ما عمرك تنساها نعول وكل شيء على حسابي ناري 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 وي الو وي معك جمال كي دايره سعاد جمال لاباس الله يبارك فيك سمحي لي الا كنت فيقتك عيط ما عيط احمد ولكن التليفون ديالو طافي يا كل شيء غادي مزيان سعاد اسعاد سعاد ياك ما كاين باس سمح لي يا سي جمال الخط كيتقطع الامور غاديه مزيان الحمد لله والسي احمد داير اكثر من جهده خدام بالليل وبالنهار هادشي اللي كنت باغي نسمع قولي الله يخليك غدا يتصل بيها راه السبت الجاي غادي ندخل ان شاء الله المغرب السبت الجاي قلتي السبت الجاي سي جمال ايوا الله يجيبك على خير غدا ان شاء الله نوصل لي الخبر صباح الخير صباح الخير ما انت اخويا عباس لا ما عجبكش هاد القند نبدلوه لا اخويا زوينه انت انا ترى اكثر من خويا شوف اليوم كل شيء على حساب قرب قرب مع الموسيقى بجد قرب اليوم غنبات فلوطيت ما نمشيوش للبيت واه انا شوف اخويا علي بغيتي اني تبعني وما تخافش يلا ضرب لي شي شطحه ايوا الحاج لا لا هذا المسخوط دولدك غادي يقتلني بلا وقت يعلم الله اش من جاحه فين بيت ايوا العزارة هما هذوك الحاج ما حدو باقي بلا زواج راه كيدير ما بغى ايوا حنا لقينا له المراه فين غادي يلقى بحال يزه بنت الشيخ مبارك والله نلقى بحالها ولي الحاج اشنو رايك لزوجنا هاد السيمانه ونقرقبوا عليه ما كرهتش ولكن الشيخ مبارك قالك يا عين جمال ولد اختو حتى يجي من الخارج سي الزيتوني ها سي الزيتوني وغادي نشوف شكون الحاج نونو تكلم المعطي اش كاين قالك الجلده ديال الموتور ديال البير تقطعات وضربات شي خدام العيني اويلي ياك ما عماتو وانا نقابل كل شيء والعزري بيت لي في الزنقه وعطيه للدوران يا ربي السلامه يا ربي يا ربي تلطف يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اخوان الخوت امنوا توقفوا هنا راه البوليس هادشي يدور اخو واخا اخويا شكرا عباس عباس وعباس فيق فيق على النهار طلع الو الو شكون الو الو ياك ما كاين باس كثر شكون ما عرفتش سمعت شي بنات كيضحكوا من بعد في التليفون قلت لك بنتي ما فيه ثقه صافي ما خلينا عليك عفوك
مشى تاني شي بلاصه يخسرهم ويرجع خاوي. سلام هنات ردي عليك وردي البال لراسك. كشطونا بنات الحرام غادي السكره ولا فالا ما قدرتش نلقاوهم زعما حتى فين غادي نلقاوهم اصاحبي فين انا عاقل انت على البار منين هزيناهم بقى فيها انا على البورتابل كون خلاو لي على لاكارت على ود النوامر اللي فيها شحال كان باقي عندك ديال الفلوس والله ما عقلت مع شي 50000 ولا 60000 بنات الحرام 4000 اللي كانت في جيبي حتى هي داوا طمعوا فيها بحال حل لي نحيد هذاك خاوي حيت تالو عليا الزبل اللي غنمشيو فحالنا عييت ما نعيط لك البارح وجمال حتى هو عيط لك راه قلت لك طاح لي البورطابل كندوي معاك غير من التليبوتي وانت علاش سافرتي بعدا جيت نقضي شغلي على انا كنلعب اش بغى جمال قال لك غادي يجي السبت الجاي من فرنسا السبت الاخر احمد راني خايفه الا جا ولقى اش غادي يلقى اش احمد جيب لي دوك الفاتوره ديال السلعه اللي خرجتي اش من فاكتوره انا راه كلشي عطيتو لي ما عطيتيني والو دابا ما تصدعينيش وانا راه متاكد بلي عطيتك كلشي انا متاكده ما عطيتيني والو شغلك هذاك انت اللي ودرتيهم درنا بان الفاتوره عطيتيهم ليا والسلعه فين هي فلوسها شهر هذا حتى سنتيم ما دخل الصندوق الفلوس ماشي شغلك انت غير سكرتيره تكلفي غير بشغلك وديري مزيان واخا سيدي الله يعاونك هاد خيتي راه ما زيرتهاش غتخسر ليا البلانات تزوج بها تزوج بها وبركه في الدار وتهنى منها تزوج بها ما لقيتش بمن تزوج اباديك انا راه خصني نضرب يدي مع حد جمال باقي في فرنسا خصني نلقى لها شي نويره شفت لها شي واحد يعطبها تبركها في الدار بزز منها لا لا تقدر تعلم الجوندار من وليو في سينو جيم لا ما تخممش دابا نلقى لها شي بلان المهم انت خصك تجي تخدم معايا السي ابراهيم اللي ما كانش باغي يخدمك راه مشى حتى هو البرادرو ديالي راه تبرع ليا واش غدير مع جمال ديك الساعه نكونو ضربنا يدينا وحتى الهضر غنضمتو ما تخممش بنتلك تبدلت ياك راه البشر اللي ما كيخليكش تبقى في سباقتك شي اللي كنشوف تبدلتي بزاف سنين هادي وانت حاضر راسك السي ابراهيم ودابا كمل انا خرجني من لافاك قال الوالد دابا راك عليه من القرايه وجابني ضرب عليا تماره ولدو جمال صيفطو لبرا يكمل قرايته راه ولدو هذاك اصاحبي وما لا انا حيت ولد خدامة ياك انا ضرب عليا تماره حتى مات وجي ولدو دابا يديها بارده حتى والله تناخذ حقي بيدي بالله المهم اصاحبي انا معاك غير ضبط امورك و ما تبان عليك حتى شي حاجه ما تخممش عارف اش كندير وعلى هاد صحيبي اللي قلتي ليا غنديك تشوف صحيبك جمال شكون هو يلا نوض تقعد انا راه ما بقيت فاهم والو مازال تشوف وتعرف حوايج اخرين شنو نعرف سر العرسه العرسه ما العرسه العرسه كيداروا فيها القصير لا اخويا احمد عرسه فيها الجلسات ولكن داكشي نقي راه قلت لك مازال تشوف وتعرف حوايج اخرين ولكن ما قلتيش ليا شكون هي هاد السيده هذيك امي امك امي شو التخربيق هذا وراضيه اش كتجيك راضيه غير مربيان شنو جبتي هاد الهضره صاحبي قال لي الفقيه فقيه كافر بالله عايش نهار سمع اخبار
السلامة ولدي جمال. الله يسلمك يا عم زيد. على سلامتك. الله يسلمك. على سلامة جمال الشيخ. الله يسلمك الزيتون. ها ولدي جمال رجع وراه ناوي يجلس بالمرة. أسيدي نهار كبير هذا. مرحبا وليدي مرحبا. الله يبارك فيك أسي زيتون. ها ولدي جمال حنا راه تسنيناك ترجع باش تحضر العرس ديال عزة بنتي. الله يكمل بالخير. كتعرف ولدي أنني كان عشق الأرض وكل ما هو جميل فوق الأرض، كيف ما أنا عاشق ومغروم في بلادي المغرب، بلادي بلاد الخير والبركات. ولدي يكون إنسان طيب، نبغيك ولدي تعطي بلا ما تمن، نبغيك ولدي تكون بحال جدك الله يرحمه. جدك كان إنسان سخي وزاد في الدنيا، كان كل ما وقعت لي شي مصيبة ولا تنزعت منه شي حاجة عزيزة عليه كان كيقول اللهم لك ما أعطيت ولك ما أخذت. شكون هذا مرضي الوالدين هذه يا خوتي؟ ولد سي زيتوني. ولدي عباس. وانه وانه الله يكمل بالخير هذا سي زيتوني. بالله يرحمه راه في القبر ديالو. نتوما محقكم تفرحوا بوليداتكم وحتى هما محقكم يفرحوا بريوسهم. غادي نديروها راسيه فعلا تاركه وبالتبوريده. الله يرضي عليك اولدي. الله يكمل بخير. اولدي ولد ديالك كان هو عليك. لعنت الشيطان يا ولدي، لعنت الشيطان لما تنزل، والله ما عارف شي حاجة. والله تتقول لي كل شي اليوم، وباغي نعرف كل شي اليوم أنا. عفاك، غير على وجه صاحبك عباس، عرسو واقف، وأنت باغي ترجع لي كنازة. وماشي سخي، أنا باغي نعرف شكون أنا، وقول لي كل شي ولا غلو راسي. غير على وجه مونت كنية لما تنزل، عفاك. وباغي نعرف أنا تمي، ملي هي اللي رباتني وماتت. لازم بك 9 شهور ولداتك وتكرفصات معاك. حفاك لما تنزل انا شنو دبي بغي نعرف شكون انا. ربي شنو دبي. عفاك ولدي احمد عفاك. اسير الخير. عفاك الله يرحمك. قول لي شكون انا. ولدي احمد لا الشيطان. وين عرف شكون انا. والله ما عرف شي حاجه. عفاك الله يرضي عليكم.
بيتك مشيتي من الملال؟ ديما كنمشي، كاينه بنت عمتي ساكنه تماك. غير نساليو من عند ترونزيتير، بغيتي نديك تشوفيها مرحبا. نساليو الاشغال ويدير الله خير ان شاء الله. اجي انت لهنا وقف مقاد مالك معوج. شتي كتجاوبني ياك؟ ما تسرق جمال ملي يدور معاك قال لك دوك جوج كلمات. اشوف اسي خدم ولا سير لدارك تنعس. يلا داف شغلك. انا متاكد هذا المنتوج بهذه المواصفات هذه غادي يديروا بلاصتو في السوق الاوروبي وفي الخليج كوي كاليتي. حتى لاميريكا سي لوفير، ما تنساش بلي دابا المواد الغذائيه البيو ولات مطلوبه. اه بيان سور. دابا امتى غتجيب لنا الماكن؟ انا نيت غنسافر وغنشوف معايا دي فرونسي اللي غيبداو ياخذوا من عندنا السلعه ويسوقوها في اوروبا. تخي بيان، كوم سا نتناو من المارشي اوروبيان، ولكن سيل فوبلي الثمن هو هو. انا بنفسي غادي نوقف على هاد الماكن حتى يتشارجوا في الباطو. تبارك الله عليك. تخي افيكاس سي لوفير. هادشي علاش الوالد ديالك الله يرحمه كان كيتعامل معايا. تفضل استجابة لا سيناتور. بسم الله. الله يدير فيها الخير. ان شاء الله باذن الله. الله يعاونك. الله يعاون تبارك الله عليكم. وي سي لوفير، وي بيان سور، لا لا تو بو ابلي كون تو فو. وي، مغدي ماتان كوم سا يبقى عندنا الوقت. داكور الله يعاونك. كي جيتك؟ الحمد لله الامور دازت بخير. سالي ميسر سي جمال. انت اللي ميسر لالا سعاد. كيف ما كنقولوا قدام الرباح، بعد المناسبه جي اونفي باش نعرض عليك العشاء الليله. سي سا ديرونج با بيان سور. نو سا ديرونج با، غير بديت عطلت ماما غادي تهول عليا. نو مهد نحيا ما عندك علاش تخافي، انا غادي نعيط لحمد وهو يمشي يخبرها. حمد لا بلاش السي جمال، نفضل نعيط لها انا. وي كوم تي فو، كوم سا ما تسخلعش، حنا نقدروا ناخذوا راحتنا، نقدروا نتعطلوا بالليل. الو ماما؟ Qu'est-ce que tu vas prendre? Steak de dinde? La même chose pour moi. S'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, merci. Ça me fait plaisir, Nana, ta chance en plein. Dis-moi, Swad, qu'est-ce que tu as fait? Je suis en train باينه تكونوا مرتبطات ببعضياتكم. الله يخليها لك الله يخليك لها. حنا مرتبطين بزاف لان عايشه غير انا وياها. خايه مسكينه مريضه بالقلب. جانا مي انا قرا معايا برا. ميرسي. الي كارديو. ان شاء الله نديو عندهم. الي لا. نو ميرسي بور موا نو. تو؟ ليمونات. قلت لك الوقت اللي بغيتي نجيبو عنده هنايا، عنده واحد الكابينه هنا في بن ملال. الله يخطيك. بون ابيتي. بصحة. عباس عباس انا الفوق انا الفوق. مالك اصاحبي؟ كيفاش عرفتيني هنا؟ الوالدة ديالك قالت لي راك الفوق. مالك عرفتيني؟ ماك جاي معصب. الدامعة. شكون هو هذا اللي الدامعة؟ داك السي جمال وما عرفتش كيقولوا ليه. دا يعمر لها راسه وطمعها. صاحبتي انا يديها ليا هو.
وانت انت معكس صاحبي وما عينكش فيها خليها تسر راسها وانت والله لداها بالله على مال شكون هو والله تنطيع على روح. شوف هاد المسائل كتبغي الواحد يخدمها عقله وانت واش هاد بنادم خلاك تخدم عقلك ولا شنو بحال انت ما فراسك والو. الوالده ديالي سطاو ما عاد فين الدواء وانا بغاو يلحقوني عليها. برد 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 اصاحبي نعمر لك شي عويد تكالما ليا مع راسك اصاحبي. عمر عمر مشي الله نقدد المجازو ونسى هاد الحقره هادي. وغا انت اللي محقور مشيش انا حقره ديالي نفيقني الوالد مع النبوري برك نحول في هاد الحديد كامل ما خلينا اصاحبي ونعطاني انا هاد العرسك ورديتها جنة. واش انا كنهضر معاك في المشكل انت كتقول لي العرسه وما عرفتش شنو وكميها راسك. ماك اصاحبي ماك معصب. احمد 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 مريض اصاحبي تتا سعاد سعاد اش بغيتي عاود ثاني عاود داب من الدار ما ودي صافي وليتي كتدخلي تنصاصات الليل ما غاديش ننزل لهذا المستوى ديالك سمعتي وزيدون باقي نحصل عليك شي حاجه غادي نقولها لسيدك جمال. سيدي جمال صافي وليتي بالكاكه حسبها كيف ما بغيتي انا غادي نخدم بضميري. اشوفها بنت الناس انت راك مورطه معايا من الاول وغادي تكملي معايا حتى الاخر بغيتي ولا ما بغيتيش بالزاز ولا بالخاطر. غتكمل بوحدك انا ما عمري كنت معاك كنت سايقه فيك اما دابا شنقول لك سير سير خلينا نخدم صافي نسيتي داكشي اللي بيناتنا بيناتنا سير سير راسك سير سير ما كضرب عليا الصداخ شنو عرج اش كديري تما اش قربك لهاد الشكاره بيني على الراجل ما نصوبش حتى داري هاد الشكاره هادي هي اللي ما تقربيش ليها هادي فاش غالاتي وما نبغيش مازال دوزي لحدها علا انا ماشي مرتك اشنو كاع غتكون داير فهاد الشكاره فيها الحناش فيها العكاربه لالا بغيت الحناش يضربوك بعدي مني عطيني شبر ديال التيسع سيري فحالك سيري لداركم سيري لداركم بعدي مني نمشي لدارنا يا كابس وليتي كتجري ليا من داري وليتي كتجري ليا بالحق ما مسامحش لبا اللي دارها ليا هاد الزواج راه كامل كتحاملها راه بزو عليا يزا مالكي فين غادا ياك ما كاين باس بنيتي قال لي سيري لداركم يا بنيتي غادا تدي عليه راه ما عنده عقل شوفي انا مرات باها اش كيدير معايا خليني نمشي في حالي معليش الشيطان يزا ورجعي لدارك والله لا رجعت خليه منو البا بنيتي راه تلقاي غير مقطوع من الكارو لا مقطوع ليا غير انا حيدي لي حلي ما خليني عفا بنتي عفا يرجع وغارجع بنيتي على الشيطان راه الشتا غادا تشدك في الطريق وبنيتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ويلا عباد الله كي درتي يا بنتي الحمد لله كيف بقيتي انت الحمد لله كي دوزتي النهار لاباس الحمد لله مالك يا بنتي ما عجبتينيش لا والو ماما غير الخدمه راكي عارفه متاكده ماما قولي لي بنتي انا عزيزه عليك شنو بغيتي تقولي يا ماما هذا ماشي سؤال عندك شي علاقه مع جمال جمال لا انا غير كاتبه عنده كاتبه عنده هادي كاملين عارفينها قلنا بنتي شي حاجه اللي ما كنعرفوهاش ماما راكي عارفه انا ما كنخبي عليك حتى حاجه الا هاد المره مخبي عليا بزاف د الحوايج انا راه امك بنتي راه ما نبغي لك غير الخير كنحس بيه ميليه شويه ميليه شويه انتي ميله بزاف ما عرفتش يمكن شوفي يا بنتي هو راه تايق فيك خصك تقولي له كل شيء كل شيء اللي كيطرى في الفيرما عاوديه ليه غنحاول يا ماما غنحاول ما رضي عليك يا بنت شي كويس حتى يا ماما عافاك هي الاولى
مرحبا بالشيخ مبارك. مازال مقلق؟ انا راه ماشي غنتقلق، انا راه نتفرقع. انا واش الدري زوجناه الدريه ودرنا له باش يعيش تيموت ويصدق ردها ليا؟ الشيخ راهم مازالين صغار، دابا يكبروا يديروا عقلهم. اسيدي الا ما عندوش عقل انا غادي نديروا ليه؟ اسيدي ولدك هذاك ربيه ويدير له العقل. ها هو هذاك لا كب ليا شويه الحلاوه نحيد عليا هاد الحروره اللي دار ليا. اللهكم مرمى عليا الوليد العار اللي رديتها بالله. باك باغي لك الخير. وحتى انت صاحبي بيني وبينك رقاصح مع شوار طب وتعامل معاه مزيان. رقاصح ما تلعبها. والسيده فين ما نجي لقات تقلب لي في شكارتي وزيدون انا شكره داير فيها الكيف وانت يديها ديما طاليهم بالريحه ويشم لي انا الكيف فين غنوليو. كاينه كاينه فهذا عندك الحق. قول لي كاين شي شقايف تما؟ والو ممكن تلعبها يلاه نمشيو نتقداو. هذاك النوع ما يرضاش بخدامة عنده، كيضحكوا معنا ويتهلاو فينا، ولكن وقت المعقول كيشوفوا الفوق، خصوصا الا عرف رانا مولاك لالا. ولا نسيتي؟ صباح الخير سي جمال. صباح الخير سعاد. راه عيط سي عباس وقال لك يتسنى لك كوموند ديالو. سي عباس من بعد انا بغيت نتكلم معك في شي موضوع مهم. حتى انا بغيت نهضر معك. انا اللي غادي نتكلم معك الاول. سي فري كو لي فام دابور مي فهاد المساله انا الاول غادي نتكلم معك. الله يخليك اعطيني فرصه بغيت نقول لك. سعاد سيلت بلي بغيت تمشي تشوف الوالده ديالك. الوالده؟ علاش؟ بغيت نخدمك. نبيعو العرسة وفين نمشي أنا وعباس وبنت كيزة؟ فكرتي فيهم؟ وتشد الفلوس وشريو بني وتبرع ليا مع راسك. يا الشيخ الله يهديك راه ديال الناس واعر. العرسة ديال حمد حنا زورنا الوراق. يا ود لا تكلم شي حد من الشهود فين نوصلو؟ ايوا دابا هذا لعب الدراري. هذا دابا حنا ما دويناش دابا. ايوا عاد قلنا نعاودوه. نوض سيدي نوض سيدي بيع هاد العرسه هادي ونقسموا الفلوس. انا خايف. نوض اش خايف؟ ادي الدنيا والزمان هادي دولة تقلبت الوقت. ما تخافش هذاك الشيء انا خادمه مزيان غيكون عين. تعطيه لها صاحبي. راه تخافنا في الطريق غير لقيتوها وجبتو السيد. المهم سير خرج البقره انا غنمشي نتحاسب معاه. واخا عزيز خرج خرج. ويلا صاحبي اش تعطيه لها؟ راه خلينا الكاميوات في الغابه صاحبي واش بغيتي نجيبهم لهنايا؟ وبقى تشعل البورطابل ديالك. واخا واخا ها رزقك راهم محسوبين ما تسني من تسير. محسوبين محسوبين يلا تحسب شغلك انت. يلا 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 خلاص.
السلام عليكم سي مشايب. عليكم السلام سي جمال. كيش ما نقضيو؟ تحتاجنا سي جمال ولا غير نمشي؟ دخليك معنا بلاتي. كيش ما نقضيو سي جمال؟ بغيت نفهم سي شعيب البقر كيموت شي ورا شي وبلا وقت. واش غادي نقول لك سي جمال؟ الاعمار بيد الله. تدخلوا الدين في كل ما هو سلبي. علاش ما تقولش بانه بسبب الاهمال ديالكم؟ والله الا دير اكثر من جهدي والله اللي عالم. حنا علاش كنشريو الدواء وكنديروا احتياطات ديالنا غير باش ما طيحوش بحال هاد المشاكل؟ ايه كلام كول كبير راه هادشي اللي كاين. شحال كتستهلكوا ديال الدواء في الشهر؟ قول شي 20 باكيه ديال بيتاليكس و30 ديال تيرميسين هادشي في الشهر. سمعت البقرات كيموتوا كل 15 يوم. بغيتيني نعتبر هذه المساله طبيعيه؟ اسمح لي يا سي بشعب، يا اما انتم ما كديروش خدمتكم يا اما شي حاجه كاين باغي ان بو لوش وباقي ما فهمتهاش. سعاد انت فايتلك شفتي شي بقر ميت؟ لا سي جمال، كان سي احمد كيجيب لي غير الشهاده ديال الوفيات باش نحيدو من المجموعه ديال البقر ديالنا. واخا ممكن تمشي لخدمتك سي بشعيب. اسمح لي بلاتي، خصك تعرف بلي راه الامور راه تغير من اليوم. ما بقات شواهد الوفيات، اللي ماتت تدخلها للمستودع حتى نجي انا ونعينها بنفسي. ممكن تمشي تكمل خدمتك. عاودي اتصلي محمد يلا شد لك التليفون. واخا سي جمال، غادي نتثق في حتى واحد هنايا غيرك انت. كلمة خد جوج دقايق من وقتك سي جمال. كنسمعك. أنا قررت باش نقول لك الحقيقة كاملة. أنت لك القرار الأول والآخر. ولو أنا القرار ديالك غادي يتاخد ضدي، أنا نفضل باش نمشي بدون ما نلومك. حبيبي ما فهمتش. أنا غنفهمك كل شيء. اش كاين ما بقى لك غير هنا. شكون حل الصندوق؟ اولا الحاج والهلي طيح لنا شي باطل. قلت لك شكون اللي حل الصندوق؟ دابا اش كديري انت هنا الا ما تحضري لي شي حوايجي؟ وبالعماله قربت ليه. راك عمي خلوق ملي وليت انا تخون في داري مزيان، دابا نولي نحضي انا حوايجي بيدي. ايوا انا على الشيطان الحاج بركه ما تفقص. راه ما كاين تحت براني في الدار غير انت وانا وولدك عباس ومرتو يزه. شكون اللي كاين اخر؟ زعما يكون دار هاد الكفر بالله. فين هو عباس؟ الله اعلم. عباس عباس راويل على الراجل. اي والله يستر ويبقى يستر. الو سي جمال هذا؟ وي سيدي هو هذا. اسمح لنا سي جمال على الازعاج، انت هو المدير ديال شركه سي ابراهيم للمواشي؟ هو هذا. شكون معايا بعدا؟ الدرك الملكي معكم. متشرفين سيدي. كنتصلوا بكم سيدي باش نخبركم بلي الكميه ديالكم تقلبوا شي فورميت. الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون. ولكن اسمح لي، حنا هاد السيمانه ما خرجنا حتى كميه. كريسون عاشو ملي فاق قال لينا شارجو البقر من عندكم. لا انا متاكد سي 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 با بوسيبل. عجب هذا. نو نو يمكن راه كاين شي غلط. نو الله يخليك سي جمال، بغيناكم تعاونوا معنا في هذه القضيه باش نعرفوا هاد الكميه منين جا ومنين شارجا. نتسناوك هاد العشيه تدوز عندنا للمركز. واخا سيدي واخا. اسمح لنا سي جمال على هذا الازعاج. شكرا سيدي الله يعاونكم. راني ما بقيت فاهم والو الفقيه. دويش من السر كتكلم عليه من بعد حتى تجي لقيته ونقول والله ما تزيد خطوه حتى تقول لي علاش كتكلم. راني وليت خايف اولد عباس. مناش مناش خايف من صاحبك حمد ولا خلعني هاد اليامات غادي وكيتبدل. وراني وليت خايف لان تسبب شي معصيه مع سيدي ربي.
علاش الشاب حمد لهاد الهضره؟ اش جابو؟ خليني عليك الفقيه، والله ما تمشي تقول لي الشاب حمد لهاد الهضره. راني كنعرف بوه. كتعرف بوه؟ كيفاش كتعرف بوه؟ با راجل معروف وليه قيمه وشان وسط القبيله. شكون هو الفقيه؟ شكون هو بوه؟ خليني عليك هو الفقيه. خليني ودي عباس. شكون هو بوه؟ خليني ودي عباس الفقيه. شكون هو بوه؟ حمد صاحبي، وانا بغيتك تقول لي دابا شكون هو بوه. اسمع ودي عباس، حمد كيتيق فيك وراني غادي نقول لك هذا السر، وحاول كيفاش توصلوا ليه بطريقتك. دوي الفقيه قول لي يا فقيه. اش نقول لك ولد؟ بنادم كيغلط والشيطان كيحضر والإنسان كيكون صغير وباقي ما عندوش العقل، وراك عارف كيوقع الإنسان في الخطأ. ولا إله إلا الله. شنو بغيتي تقولي لي يا بنتي؟ بغيت نتكلم معك في واحد الموضوع. الله يسمعنا خير. أنا بنتي جمال بغي يجي يشوفك. مرحبا. إمتى بغي يجي بالسلامة؟ السبت الجاي إن شاء الله. وعلى هذا الحساب خصك تعيط على خالك ومراته، غيتفاهموا خصوصا اللي يهضروا على الدراسه في فرنسا. ولا لا شوفي لينا شي تريتوري وجدينا العشاء. ما يحتاجش يا ماما، جمال راجل بسيط. هو بسيط ايه، ولكن لا بد من الصبر. يلا دوزي لي خالك ندوي معاه. هي الاولى. معطيك اش ما باش احمد؟ لا ما كانش انا، ما شفتيش في دارو. قلبت تما ما لقيتوش. ها يكون عاد فيرما حتى هي ما مشاش لها النهار كامل. باك جاي الشيخ. اش مازال كدير انت هنايا؟ يلا خدمتكم. راه بازيتوني كنت غادي عباس و العرصه ماشي ديالك. كتكذب عليا هاد السنين كلها، كذب عليا انا وعباد الله. اسكت اولدي بشويه لا يسمعنا شي حد. انا ما غاديش نسكت، انا غادي نفضحكم ياك نسيب. ها ساكت على خزيت وصار معك حتى الوالد. اسكت اولدي، هذا هو الخير ديال السي ابراهيم الله يرحمه. اسكت اولدي الله يرضى عليك اسكت. سترنا الله يسترك، هادشي كله راه غادي يبقى غير ليك انت وليزا مرتك. العرسه كتبها السي ابراهيم احمد، غادي تبقى لحمد. احمد هذاك الملقط اللي جاب التوراه ديال غير من الخلا وجله. علاش ملقط؟ علاش كتبقاو غير كتحلوا في فمكم؟ احمد راه صاحبي. اشيدي حنا ولا من صاحبك؟ انا باك وهذا نسيبك. والله ما غنسكت وما غنسكتش يا عباد الله. غادي نفضحكم والوراق ديال العرسه غادي نعطيهم لحمد. اش كتعرفوا احمد ولد من ولا لا؟ صح. بصوا جبتك لي دوسي اللي طلبتي ليا. ميرسي. انا غنمشي دابا، ما تحتاجني؟ لا ما تبغيش تسني حتى نسالي نوصلك؟ سي جنتي ميرسي، مي جي لابيتيود جي سي. داكور صاي فيت دي بوغيف. ميرسي. مالكيك لاباس؟ كيما يكبري. شكون؟ شكون هو هذاك؟ فين هو؟ سيبو دابا غادي تقول لي كلشي. أنا عييت، تخربقت. قول لي يا الخير الله يرحم لك الوالدين. غير سمعني أو تحمد، غتمشي عند صاحبك عباس وغادي يوضح لك كلشي. عباس واش نتوما بغيتو تشطيوني؟ اش دخل عباس هادشي كله؟ انا ما بغيت فاهم والو. غتقول لي دابا كلشي؟ غتقول لي كلشي ولا بغي يعيش بحال؟ اش داك شاوزي بعد الموس؟ راه الشيطان كيحضر اولدي حتى هو الشيطان. علاش باغي تعذبني؟ علاش؟ غير اصبر بردتم دردم وغادي يكون قولي شكون با دابا. قولي شكون با. قولي شكون با. وقولي شكون با. انا ما بغيتش نتفق معاه، انا باغي نعرف با. ها
جمال بس ما كيف لبس كنت غادي عندك عندي شي حاجة مهمة خصني نقول لك بس معنا أخبار خضر نطلع معك طلع طلع بس قلتي عندك شي حاجه مهمه و بعد 5 دقائق متسالات احمد مالو كيطلبوا عليه جندار مالو شنو درت قتل الفقيه شكون وعلاش ما بغاش يقول لي سر العرسه انت مش من سر حارتها هاد العرسه السر ديال احمد جمال مالو احمد خوك جمال خويا خويا I'm gonna get my blood. I'm gonna get my blood. I'm gonna get my blood.